إذا تحدثنا عن حتى الكارت اللي أسحب به كم موظفين حالياً وطنه ورواتبهم، ماكو ثقة. تتخيل كل هذه الإجراءات، يعني روح يسحب راتبه بالكامل حوله إلى كاش ما يخلي به مخزون نهائياً، هذا تعتبر عدم ثقة من الموظفين؟ نعم، يقول لك أنه ممكن يتهكر حسابي، ممكن احنا يقول ان انظمتنا سيكوريتي ضعيف، ممكن يتهكر حسابي، ممكن احد يبوقه، ممكن الكارت يضيع. لحد الان ثقافه استعمال الكارت والابتعاد عن النقد غير موجوده. احنا بحاجه لتثقيف اقتصادي باهميه التحول من النقد المباشر الى التقنيات المصرفيه الحديثه. بالعالم كله حاليا نادر ما احد يشيل كاش، بس اللي يشتغل يعني يشتغل بالقضايا التجزئة البسيطة، لكنه حتى أصغر سوبر ماركت بالخارج تلقى عنده ماكينة سحب. طيب أستاذ علي، بتساؤل دائما يطرح من الشارع العراقي اليوم، أريد توضح لي بمصداقيته أم لا، ليش يسمون المصارف الأهلية محلات صيرفة؟ هاي تهمة ليش؟ نعم، اولا يعني انا يعني مطلقا يعني مره اخرى ممكن صحيح هذا مصطلح متداول، انا يعني ما اتفق وياه بشكل كلي. يعني مره اخرى اليوم كثير من المصارف، اليوم هذه المصارف تجزأ مره اخرى الى اجزاء. هناك مصارف ما نقدر نغبن حقها بالعمل مطلقا، يوم اكو مصارف، وانا حتكلم حاليا عن جزئية المصارف الخاصة. اليوم كثير من المصارف الخاصة ما وصلنا للمستوى اللي نطمح إليه بالتأكيد قطعا، ولكن اليوم أنا عندي يقين هناك مصارف خاصة تعمل بشكل جيد جدا على الظروف الحالية اللي احنا بيها، تقدم خدمات ممتازة وجيدة. اليوم حتى مسألة التوطين، كثير من الموظفين الحكوميين بدأوا يفضلون بشكل كبير بعض المصارف الخاصة اللي هي تأدي بشكل ممتاز جدا. اليوم حتى على مستوى المبادرات، إذا كانت لتمويل المشاريع أو التمويل السكني، شوف دائما المصارف الخاصة متقدمة بهذه الجزئية. أما بالنسبة لمسألة الصيرفة أو الصرافة كمصرف، اليوم هناك حالة تحدث بسبب اليوم أكو نافذة بيع العملة، هذه يعني ما نقدر نخفيها عن أحد. وهذه النافذة اليوم المصارف أكو كثير من المصارف مشاركة بها، وطبعا مو الكل بالمناسبة. أكو كثير من المصارف هي تعمل بشكل مستقل كمصرف، يعني ما مشارك بهذه الخدمة. فبالتالي أحيانا الاعتماد على مصدر العائدات من هذه النافذة سيؤدي بالمصرف إلى تقليل الخدمات الأخرى مقابل عائدات قد تكون قليلة المخاطر. يعني اليوم أنا إذا أعطي ائتمان أو إقراض، يعني أعطيك رقم سراد، اليوم إحنا عندنا مثلا مبادرة البنك المركزي العراقي 1 تريليون دينار لتمويل المشاريع الصغيرة المتوسطة وأيضا بعض المشاريع السكنية. طيب اليوم اللي يصرف منها تقريبا 750 مليار دينار من قبل المصارف الخاصة، فهذه المصارف اليوم دا تعمل. قد تكون صحيح هناك بعض الإشكاليات. طيب أنا أقدر أطلع فاصل بعد إذنك، بس أخذ الإجابة واضحة وصريحة، ليش هاي التهمة تم إنسابها إلى المصارف الأهلية حتى نفندها بحضورك كونك المدير التنفيذي لرابطة المصارف؟ وفاصل وأرجع لكم.